المبارك لأهلنا في الحويش استحداث ناحية الثرثار هذا اليوم. هذه الناحية بالتأكيد ستوفر كثير من الخدمات والكثير من الإجراءات إلى هذه المنطقة، خصوصا أنها الناحية الثالثة التابعة لقضاء سامراء. هذه الناحية تمتد إلى مسافات كبيرة تؤمن الخدمة وأيضا تؤمن جوانب اقتصادية لهذه المنطقة. أتمنى التوفيق لإدارة هذه الناحية، ومبارك لأبناء هذه المنطقة استحداث هذه الوحدة الإدارية.